فسبحان الله نحمدك ربنا أن دعوتنا إلى تسبيحك، لأنه ليس هناك سواك من له عند خلقي أنا صغير وكبير أنا عندهم التسبيح، ولولا نعلم ذلك التسبيح. لكن المؤسف أن تاريخ الإنس والجن ليس فيه تسبيح كثير، أغلبهم لا يعقلون، أغلبهم كارهون للحق، كارهون للمولى، أغلبهم ثائرين على التوحيد، غير معترفين بوجود الله، غير مقتنعين بأن الشرك ظلم عظيم وسبيل إلى الجحيم، جحيم الدنيا والرحلة البرزخية والآخرة اللي فيه خلود لمعظم من يدخلون جهنم، وبئس مصيرهم في تلك الدار، دار العذابات ودار الندمات ودار 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 والسلام، حتى تدور الدوائر على أعدائنا أجمعين. هلموا صفوا أموركم مع الله وادخلوا إلى هذا الدين حنفاء، وبعد قليل إن صدقتم سيبعث هذه الأمة من جديد وتدمر كل ما صنعه أهل الباطل وأهل العدوان، وهم في المقدمة الصهاينة والكنائس والكرب اللي ارتضوا أن يكونوا دائما ينزل عليهم الكرب، وعملوش فيما عمل خيرة العرب حين عرفوا أن هذه الرسالة هي رسالة جدية، رسالة من شأنها أن تعلمهم، وهم قوم أميون وإحنا فتحنا الباب، ما عليكم إلا تبحثوا إن أردتم الاستفادة من القرآن ومن علم القرآن ومن علم رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام.